السلام عليكم. دابا غادي نطلقوا الحجم. ملي تيجيو يطلبوا منا باش نحسبوا واحد الحجم معين ديال واحد الداله، كيفاش يمكننا نتصرفوا مع هذا السؤال؟ مثلا عندنا واحد الداله اف اللي هي معرفه على المجال أبي، وحاولنا درسناها وسانيناها، وعندنا مثلا المنحنى ديالها. كاين عندنا مثلا هنايا المنحنى جاي هكذا وداير هكذا مثلا، وتيقول لك حساب الحجم المولد بدوران سعف، دوران سعف حول محور الأفاصيل اللي غادي يولد لنا واحد الحجم اللي هو مثلا احنا غادي نشوفوه بحال دابا هنايا. ها هو عندنا هنا السعف، السعف ها هو هاد المنحنى، هاد الجزء من ال بي الى هو دار حول محور الافاصيل، شنو غادي يتولد عند دوران هاد المنحنى ولكن دوره كامله؟ غادي تحصلوا على هاد الشكل. هاد النقطه هادي الى دارت دوره كامله وترجع لهنا، اذا عاود هاد النقط كذلك وهاد النقط عاود كذلك، فهمتني؟ ملي غادي يدورو دوره كامله غادي يحصلوا على هذا المجسم. واخا غادي نرجعوا نشوفوا واحد الحاله بسيطه باش منها يسهل علينا شرح هذا الحجم ديال هذا المجسم المولد بدوران السعف اللي هو من ال بي حول محور الافاصيل دوره كامله. دابا هنايا شنو عندنا اسطوانه؟ الا بغينا نحسبوا الحجم ديالها شنو تنديروا؟ هذه هنايا عندنا الشعاع، عندنا ار، عندنا هنا الارتفاع اش. شنو تنديروا باش نحسبوا الحجم؟ تنقولوا المساحه ديال القاعده مضروبه في الارتفاع هاش. شنو هي مساحه القاعده؟ هي بي ار مربع في هاش. بي خلاص عارفينها، ار هو الشعاع وهاش هو الارتفاع. هذا مثال بسيط، لكن حنا عندنا في هذا الشكل هذا، شوف هذا المجسم كي داير، عنده الشكل ديال واحد الفاز، ولكن هاد الاطراف اللي هنا ماشي طالعين طريقة عادية بحال هنا، لا. إذا شنو يمكننا نديرو هنايا؟ تنجيو تنديرو في يساوي تكامل من ال بي ديال بي اف دو اكس مربع دي اكس. هذا هو الحجم، وهنا اونيتي دو فوليوم. واخا الى بغينا نبسطوا الامور خصني نعرف بي راه معروفه، ها هي، وهذا اف دو اكس شنو هو؟ ملي تنشوف هنايا في هذا المجسم اللي عندي، تنجي مثلا لهنا تيكون عندي الشعاع، شنو هو الشعاع هنايا؟ دائما عندي اف دو اكس، عندي هنايا مثلا ا، هنا اف دو ا. اذا سمح
عندي هنا أ صورة ديال F دو أ، وعندنا بي F دو بي إلى آخره. وإلا مشينا خدينا واحد العدد هنا مثلا ألفا، غادي يكون هو F دو ألفا إلى آخره. المشكل المطروح هنا هو أن هاد الدوائر تختلف من هنا لهنا 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 إلى آخره. شكون اللي غادي يلعب الدور ديال الشعاع؟ هي اف دو اكس، لأن هادي أ اف دو أ، هذا الشعاع ديال هاد الدائرة اللي هنا، والدائرة اللي تبعها غادي يكون مثلا واحد العدد هنا اللي الصورة ديالو ملي غادي يمشي من هنا حتى، إذا اف دو اكس تلعب هاد الدور. هذا اف دو اكس مرة تطلع مرة تتهبط، هي مكلفة بداك الشعاع. إذن هذا هو بمثابة R مربع اللي عندنا هنا. أرنا أش، هذا أش اللي هنا إذا جينا نقلبوا عليه هنايا فين هو؟ ملي تنجيو نشوفوا هذا الديبلاسمون ديال داك دي إكس، هاي دي إكس هنايا وهنايا وهنايا وهنايا، ونبقوا غاديين 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 حتى تنضربوا هذه المسافة كاملة حتى لهنا. إذا هذا هو الارتفاع ديال هذا المجسم. إذا ملي تنقول بي اف دو إكس مربع دي إكس، هذا دي إكس ملي تنتقل وتندير التكامل راه بحال تنجمع هادو كاملين حتى لهنا. وإلا جمعت هادو كاملين بحال تنجمع عاود هاد التكامل ديال هادي من هنا حتى لهنايا. إذا سنحصل على هذا الشكل هذا، وتنديرو الوحدة ديال الحجم. دابا المشكل كما قلنا ملي تيكون عندنا الدالة ودرنا الفوليوم أي الحجم، تنقولو بي اف دو اكس مربع دي اكس كما درنا هنا في الاسطوانه، درنا في هي بي ار مربع هاش، هاد اف دو اكس مربع هو ار مربع، وبي هي بي خلاص، وهاد دي اكس هي اللي غتعطينا الارتفاع. واخا كاين تلامذ غادي يقول لك ما فهمناش ولا ماذا، واخا غادي نجيو لهنا. قلت لك انا داك دي اكس شنو دي اكس؟ هو واحد داك اكس يتغير من نقطة لنقطة وهما حدا حدا. إذا إلا قلت هذا هاد النقطة هادي فين كاين أ، الصورة ديال حنا عطيت اكس يساوي أ، الصورة ديال اف دو أ. إلا أنا مشيت بقيت غادي هنايا غادي قلت هاد اكس، نقولو اكس واحد اكس اثنان اكس هنا، ها هو تيتغير. دونك غادي يقول الصورة هو هذا، غادي تجي هنا عاود هذا اللي هنا إلى آخره. جينا شوف هنا الشعاع كي غادي يكون، غادي يكون كبير. شكون اللي تعطينا هذا الشعاع؟ هي اف دو اكس، لأن اف دو اكس هي اللي غادا مع المتغير مع اكس، وعندها واحد التعبير خاص. ملي تتعطي ذاك اكس الاف دو اكس تتعطيك الصورة ديالو، والصورة ديالو هو الشعاع اللي تنحصلوا عليه. إذا من بعد ملي تمشي داك دي اكس ملي تندير التكامل راه تندير لاسوم، لاسوم ديال داك دي اكس ان دي اكس دو دي اكس هذا مع الى اخره مع هذا. ملي تندير هاد لاسوم كلها شنو تعطيني؟ تعطيني هو الارتفاع الى هاد المجسم هذا. الى وقفتو هكذا، الى وقفتو مثلا هكذا، خا السميح لهذا، دونك تيكون عندنا الارتفاع هاش هو هذا. شكون اللي عطانا؟ هو داك دي اكس، داك التغير ديال اوضاع ديال اكس حسب داك المجال ا لبي. مثلا باش نوضحوا اكثر، لنفرض ان عندنا واحد الداله ثابته، هاي سي اف عطاتنا هذا الشكل هذا. ايوا هذا الشكل هذا الا جا، إلا بغينا نشوفوا الحجم المولد بهاد
احنا عندنا أ وعندنا هنا ب. الجسم المولد بدوران هذا الجزء من السقف حول محور الأفاصين دورة كاملة. علاش غادي نحصلو؟ غادي نحصلو على أسطوانة. ها هي على أسطوانة. هذه الأسطوانة كذلك هنا غادي يكون هادو غادي يكون يعني بحال هذا الشكل هذا. إذن ملي غادي نجي غادي نقول الحجم ديال هادي غادي نحصل على هذا الحجم اللي هنا. هذا شعاع ما تيتغيرش لان الداله ثابته، وهذا هو الارتفاع من ار بي وخلاص. ار احنا عرفناه مثلا هو الا قلنا من هنا لهنا هو هذا ارتفاع، هذا هو اللي هو ك. إذن الحجم غادي يعطينا نفس نكسبو نفس التعبير اللي غادي يعطينا هذا اللي درناه هنايا. صافي تيبقى لنا كما قلت لكم في المثال اللي فات، تيمكننا نقبطوا الوحده. إذن الوحده الى قبضت هنايا اي شنو هي المنظوم ديالها؟ مثلا طول ديال داك ديال هذا شحال من سنتيمتر وهذا شحال من سنتيمتر، وعندنا الشعاع. دونك الحجم هذا بي معروف، هذا سنتيمتر مربع إذا كان الوحدة بالسنتيمتر مربع واخا، وهذا دي إكس حتى هو بالسنتيمتر، وتنحصلوا على الحجم اللي غادي يكون مثلا واحد العدد أ ولا واحد العدد مثلا ألفا سنتيمتر مكعب، وهذا العدد حسب الوحده اللي غادي يعطيو هي باش ما نطولوش على علينا في هذا. دابا سالينا الحصه ديال الحجم وحاولنا نوضحوا المسائل. مساله بسيطه خصكم ما تعقدوش الامور. في الحصه المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا تمارين اللي توضح لنا التكامل بصفه عامه والمساحه والحجوم ان شاء الله. ويمكننا في الحصه المقبله غادي نشوفوا الدوال، لان الدوال هي اللي تصعد حصه الاسد في الوطني، راه تيعطيو على 11 ونص ولا 10 ونص ولا هذيك اللي خصكم تفهموا داك الفروع النهائيه، وان شاء الله نشوفوا كل شيء باذن الله. ايوا ما تنساوناش باللايك إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.